السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم داخل المغرب وخارج المغرب؟ جا من خوتي كنسلم عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله يا ربي. معكم يوميات فاطمه واختها. لاول مره تيشوف القناه ما ينساش يضغط على الزر باش يتوصل بالجديد ديالي انا واختي. وشكرا لكم اخوتي بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليني مازال نزيد نعطيكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، ما تنساوناش من الجيم ومن بارطاج الفيديو باش يتفاعل شويه ويطلع القناه شويه. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف، واللي اول مره تيشوف كيف قلت لكم القناه ما ينساش يضغط على الزر باش يتوصل بالجديد ديالنا. وديروا لنا جيم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف، ونهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الطويجن بالبرقوق والمشماش، طاجين تقليدي مغربي 100%. غادي نشاركوا معكم ان شاء الله، اجيو معايا ان شاء الله على المقادير، اجيو معايا على المقادير ان شاء الله باذن الله. هانتوما بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا باش غادي نرافقوا هذا الطاجين، عندنا هنايا البرقوق، ها هو هذا هانتوما باش غنخضروه ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الفيديو يعجبكم. عندنا المشماش، ها هو هذا، واللي بغى يدير غير البرقوق يديرو، نديرهم بجوج وان شاء الله. ما عرفت الاخر باش اما ندير اللوز مقلي ولا ندير شويه ديال البيض، ما عرفت انا عاد غنشوف ولا نخليها غير هكذاك. انا المهم اللي كاينه انا غنشاركها معاكم. عندنا هنايا البصله، جوج بصلات كبار مفرومين، والمعدنوس ها هو دا القزبر ومعدنوس قبيطه غير صغيره. عندنا كاس ديال الزيت مخلط بلديه والروميه. عندنا هنا الابزار، عندنا هنا سكنجبير، عندنا الخرقوم، عندنا هنا الملحه، شويه ديال القرفه الا كاينه القرفه عاود ديروها، ما كايناش كفاو بهذه. وعندنا هنا اللحم، ها هو هذا هانتوما، يكون شي كيلو ونص ديال اللحم هنايا هانتوما. هادشي اللي كاين، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله لهاد الوصفه. وهانتوما معايا حيت ما عنديش لعيشه ديال التليفون، كيف قلت لكم في واحد الفيديو السابق راه ترست لي هذيك ديال التليفون، مازال ما خرجتش نشريها ان شاء الله. غنديرو البصله، انا كندير كلشي في مره هانتوما. البصله باش شاد التليفون هانتوما، البصله اللي درتها هي هادي هانتوما. غنديرو الزيت دابا، هانتوما غنديرو هاد العطريه، غنديرو السكنجبير، غنديرو الخرقوم، غنديرو الابزار، هاهما العطريه اللي غنحتاجو في هاد الملحه وهاد القرفه، هادي هي العطريه اللي غنحتاجو في هاد الطبق، هاد الطاجين هذا كيجي لذيذ وزوين. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوني ان شاء الله يا ربي باذن الله. غندير واحد شويه ديال النقاش نشحرو الطنجره هانتوما، غير شويه نص كاس ولا هكا صافي. وهانتوما معايا ان شاء الله، انا دابا غنغطيها تتشحر وغنرجع معكم ملي تبدا كتشحر، غنولي معكم نوريكم كي جات. وغنديرو هاد الربيطه ديال الربيع، ها هي دي هنايا هانتوما. هادو هما المقادير اللي غنحتاج لهاد الوصفه صافي. وغادي دابا شويه ندير هاد المشماش وهادو، غنصوبهم بوحدهم كل واحد، غنصوبو بوحدو، هذا غنطيبو بوحدو وهذا بوحدو باش كيبقى كل واحد في المنظر ديالو واللون ديالو. وهانتوما معايا ان شاء الله، دابا نرجع معكم لقطه بلقطه باش ما يجيش الفيديو طويل. شكرا لكم اخوتي بزاف، كنشكر ليا. نطلع على الطنجره ديالنا، نحطوها شويه هانتوما، هانتوما يلا كتقلى غير ديك البصله تطلق الماء ديالها. انا ما درتلهاش الماء، غير داك الجغيمه ديال الماء اللي درتلها مع العطريه صافي. هانتوما راه تقات الماء صافي باش تقلى، متزيدهاش الماء. نرجع معاكم من قبيله وهي تتقلى، خليتها كتشرب ديك العطريه وديك البصله
تغمر فيها حتى باش ما يبقاش تشيش تجي يجي الطياب تجي ملبيه وعاقده وقلي هذيك كتجي زوينه هكا انتما معايا حتى انا نرجع معاكم من بعد نشوف كي جات الطنجره ديالكم ان شاء الله المشاهدين رجعت معاكم بعد ما رفعت الطنجره راه طايبه صافي الاولى ديالنا. وشكرا لكم اخوتي وانتم معايا ونرجع معكم ان شاء الله في شكل مليح. انتم المشاهدين بعد ما ساليت الطاجين ديال المرقوق صوبت هاد الشليطات وما حيت لي شاركتو معكم اجي الفيديو طويل اسمعتهم هما هادو اللي عرفت بهم الطاجين هانتوما هانتوما كنشارك معاكم كلشي نبغي نوريكم كاع داك النهار اللي شنو درت في نهاري كل هو هذا هانتوما هادو عرفت بهم الطاجين ديال البرقوق هانتوما معايا تنوريكم نهاية الفيديو